يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة بناء على طلب من الجزائر. أشارت الخارجية الجزائرية إلى أن بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات رئاسية لطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت، وذلك بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي.